الكاف تأتي حرفا وتأتي اسما. متى تكون حرفا؟ إن كانت للجر. الكاف حرف الجر، الكاف حرف الجر تأتي بمعنى التشبيه، فهي كالحجارة أو هي كالقمر. هذه الكاف يعني تفيد التشبيه، حرف جر والاسم الذي بعدها اسم مجرور. طيب حرف خطاب، تكون الكاف حرف خطاب إمتى؟ متى؟ مع ذلك، مع أسماء الإشارة، مع ضمائر إياك. هذول ضمائر إياك، إياكي، إياكم، هذه الضمائر جميعها ضمائر نصب. هذه الضمائر كل ما بدأ بإيا فهو ضمير نصب، وغالبا يأتي في محل نصب مفعول به، هذه احفظوها غالبا. تمام؟ إيا ضمير نصب، ماشي، مبني. طب ما هذه الكاف الذي اتصلت به؟ نقول فقط حرف للخطاب لا محل له من الإعراب. إذا قلنا حرف فهي إذن لا محل له من الإعراب، كما بينت لكم كثيرا. حينما نقول كلمة حرف فهو إذن لا محل له من الإعراب. طيب ذلك، أو دخلت على اسم الإشارة، ذلك، تلك. تمام؟ هذه الكاف ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف للخطاب، حرف لا محل له من الإعراب. فإذا الكاف في ذلك أو تلك أسماء الإشارة، وفي إياك وما شابه إياكي، إياكم، إياكنا. تمام؟ جميع هذه الكلمات الكاف فيها حرف، فقط نقول حرف خطاب لا محل له من الإعراب، كاف للخطاب حرف لا محل له من الإعراب فقط. طيب هذه جميع هذه الأمثلة عن حالات يكون فيها الكاف حرفا. طيب متى يكون الكاف اسما؟ يكون الكاف اسما فيما إذا اتصل، يعني إذا اتصل بأفعال أو بأسماء أو بحروف. هناك ثلاث حالات هنا. الآن فقط باختصار سنقول إنه مثلا انظروا إلى هذه الكلمة، ودعك، ما ودعك. الكاف هنا ما ودعك ربك، ربك الفاعل، يعني الخطاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عليه الوحي. فالله عز وجل قال حينما أتاه الوحي بعد ذلك أتى بهذه الآية، بهذه السورة، ما ودعك ربك، يعني ما تركك، ماشي، ما تركك ربك. ربك هذه، رب هي الفاعل، ودع هي الفعل الماضي، ودع ربك إياك. لاحظوا هذه الكاف كأننا نقول ما ودع الله إياك، يعني كما قلت لكم إنه إياك تأتي في محل نصب مفعول به. فهذه الكاف أيضا، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب وللآخرة خير لك، لك هذه الكاف أيضا هي للخطاب، اتصلت بحرف، ما نوع هذا الحرف؟ لك، لام، صحيح، لي، له، لهم، حرف جر. إذا الكاف ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، يعني واضحة كلمة. الكاف هنا اسم، يعني كأنني أقول أي اسم آخر. تمام؟ ألم أقول لكم أنها الكاف هنا اسم؟ فنعتبر كأن هذه الكاف نستعيد عنها بأي اسم، ونرى هذا الاسم ماذا يعرب. للرجل مثلا، لو قلنا للرجل، كلمة الرجل هذه ماذا نعربها؟ اسم مجرور طبعا. إذا الكاف ضمير متصل مبني، فقط هذه اللازمة نقولها، ضمير متصل مبني على الفتح مفتوح كما ترون في محل جر بحرف الجر.